السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة في عمل القرعة والفرز اليدوي على الفائز بالحلقة الثانية من فوازير كان يا مكان مع توتا وبنو. النهاردة بس حابب الشباب يوضحوا لكم حاجة مهمة جدا، عشان في ناس سألوني عن العلب والآلية ماشية ازاي. اتفضلي ميس السالي. احنا هنا طبعا معانا كل اسماء الناس اللي شاركت، اتكتب طبعا من لجنة الفرز، وزي ما حضراتكم شايفين كده طبعا انا معرفش مين هنا ومين هنا وكل واحد طبعا بايه اللي زيزو بقى هيسحبه النهارده ان شاء الله. يا ترى هيكون مين؟ هنشوفه مع حضراتكم. ميس سهيرة معاها هنا طبعا معانا البوكس ده مسؤول عن بوكس الهدايا، كان معانا امبارح 30 جايزة، طبعا سحبنا منها الجائزه بتاعه امبارح، فبقى معانا النهارده 29 جائزه برضو بشكل عشوائي جدا. هنختار الجائزه بتاعه النهارده، يا ترى حظه هيطلع ايه؟ الله اعلم، هنشوف ان شاء الله في السحب. تمام، فهنا كده معانا 29 جائزه ان شاء الله. كمان النهارده بناء على اقتراح احد الزملاء هنسحب الجائزه الاول، وبعد كده نعرف مين اللي هيفوز بيها. تعالى يا زيزو. اتفضل يا زياد. قلب بقى من ورا خالص، قلب لف يا زياد وبص للكاميرا. تعالى يا زيزو كده. بعد كده للكاميرا. يطلع جايزتنا مقدمة من مين؟ فضيات هيما ومصوغات بيت الماس. محفوظ الصف الرابع الابتدائي. ألف ألف مبروك يا محمود، ما شاء الله عليك، حظ جميل بفضل الله، إن شاء الله عليك. استنونا النهارده مع الحلقة الثالثة من فوازير كان يا مكان. تابعوا الفوازير يا شباب عشان تفوزوا معانا. جوائزنا قيمة مقدمة من رعاة متميزين، كل يوم فايز وكل يوم جايزة جديدة. استنونا الساعة 5.